أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة عدن. وأكد الرئيس هادي خلال اجتماعه بالقيادات المالية والمصرفية أهمية التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لوضع المعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتحصيل الإيرادات. نناقش هذا الخبر في هذه الحلقة من زوايا الحدث من محورين: ما انعكاسات تدهور سعر صرف الريال بالنسبة للمواطن؟ وما هي الإجراءات الحكومية إزاء هذا التدهور المستمر للريال؟ وهل ستثمر؟ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 500 ريال، وارتفعت نتيجة ذلك أسعار المواد التموينية، والمتضرر الأول المواطن. أمام هذا كله تبدو قيادة البنك المركزي المعني الأول بالرقابة على سعر صرف العملة اليمنية فاقدة للقدرة على المبادرة وحتى على التصريح وتوضيح أسباب ومعالجات هذا الوضع لجميع المواطنين. الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد تتطلب دعم الشركاء بالحرب على الانقلابيين، يقول المراقبون، والبعد الاقتصادي للمعركة لا يقل أهمية عن بعديها العسكري والسياسي. فهل تفي السعودية بوعدها للرئيس هادي بدعم الاقتصاد بوديعة؟ قال الرئيس إنها تبلغ 2 مليار دولار أمريكي. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد تقرير. انهيار كبير ومتسارع للعملة الوطنية مقابل الدولار. شارف سعر الدولار عتبة 500 ريال في تدهور ينذر بكارثة اقتصادية خطيرة وفوق احتمال الناس الذين تآكلت مدخراتهم وانقطعت رواتبهم وعصفت بهم الحرب. تفتقد سلطة النقد في هذا البلد ممثلة في البنك المركزي اليمني الذي يشهد تنازعا في الصلاحيات بين المركز والفرع إلى القدرة على كبح جماح هذا التدهور المتسارع نتيجة نفاذ الاحتياطي من العملات الأجنبية. منذ أن قرر البنك المركزي التابع للحكومة في أغسطس من العام المنصرم إعادة العمل بتعويم العملة، تدهور سعرها وزادت نسبة التدهور لتصل إلى ما يزيد عن 200% قياسا بما كان عليه الحال عام 2014. هذا الخطر دفع بالحكومة إلى عقد اجتماع استثنائي منتصف الأسبوع المنصرم لم يخرج سوى بتأكيدات على تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية والضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين. هي الحلول الأمنية ذاتها التي طبقها الحوثيون في مناطق نفوذهم، ولكن بطريقة ضاعفت من المشكلة، خصوصا بعد أن اقتحم مسلحون تابعون للميليشيا محلات صرافة وبنوك كبيرة في صنعاء ونهبوا أموالها. الرئيس هادي استمع من وزير المالية أحمد عبيد الفضل ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي ونائبه عباس الباشا إلى شرح موجز لواقع العمل المالي والخطوات المتخذة بشأن استيعاب الوديعة السعودية التي كان مصرفيون قد طالبوا بضرورة الإسراع بوضعها تحت تصرف البنك المركزي اليمني لتفادي الانهيار الأكثر كارثية للعملة اليمنية خلال المرحلة المقبلة. فطبيعة المرحلة والأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد تستدعي وفقا للرئيس هادي تعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء لليمن لتجاوز تحدياته الراهنة. رهان دونه على ما يبدو الكثير من التعقيدات التي تكشف عن طبيعة العلاقة القائمة بين التحالف والحكومة في هذه المرحلة، ما يفتح المجال أمام المزيد من التوقعات المتشائمة بشأن إمكانية إيجاد حلول سريعة لأزمة تدهور العملة الوطنية. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور يوسف سعيد. أهلا بك دكتور يوسف. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن دكتور، حاجز صرف الدولار مقابل الريال اليمني يتجاوز اليوم 500 ريال، لو نبدأ بمعرفة أبرز الأسباب وأيضا أبرز التداعيات على المواطن. شكرا جزيلا على هذا التساؤل، وهذا فعلا موضوع مقلق للناس وكل أصحاب عوامل الإنتاج. تدهور سعر الصرف حالة مريبة على وعكس أثارها على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لكن دعني قبل أن أجيب على تساؤلك أن أشير إلى أن الأوضاع الطبيعية تتأثر في الأوضاع الطبيعية تتأثر حركة سعر الصرف ومؤشرات النمو والتضخم والبطالة، إلى جانب أيضا تأثره بشكل أكبر بحالة الموازنة العامة للدولة ونتائج الميزان التجاري وميزان حساب الجاري. هذه مؤشرات هي رئيسية ومعبرة عن الأداء الاقتصادي، لكن نحن نتكلم الآن
عن تطور او تدهور سعر الصرف في اليمن للريال اليمني وفي ظروف واوضاع استثنائيه. البلد تعيش ما زالت في حاله حرب. هناك طلب مرتفع للدولار بشكل غير مسبوق. وطبعا ارتفاع ايضا منسوب القلق والهلع في المجتمع في الشمال وفي الجنوب بشان المستقبل. وفي اشير انه في عوامل البعض لا يحتفظ بها. التطورات السياسيه اللي حدثت في صنعاء بعد مقتل صالح وتدمير بعض الحسابات والاجراءات الامنيه سواء كانت او الاداريه يعني كانت اثرت على المناخ او على الحد الادنى للتماسك. ولكن هناك اعداد كبيره من الانصار صالح وغيرهم مستثمرين ولديهم مصالح اقتصاديه قويه داخل البلد. بالتالي هذا ايضا من عوامل التاثير السريع لظهور سعر الصرف. في عوامل اخرى انه الناس وصلوا الى عدم اليقين انه التعاون او المساعده الخليجيه والبلدان الخليجيه الموعوده لم تصل. طيب هذه سنخصص لها جزء من هذه الحلقة الحديث عن الوديعة الموعود بها الرئيس هادي من قبل السعودية، أين هي وما الذي يمكن فعله من هذه الوديعة لوقف هذا الانهيار. أرحب أيضا بضيفنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر. أهلا بك أستاذ مصطفى. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. استاذ مصطفى، استمعت الى حديث الدكتور يوسف عن شرحه للاسباب والعوامل التي ادت الى هذا الانهيار المتسارع في قيمه العمله الوطنيه، ما الذي يمكن ان تضيفه الى جانب هذه الاسباب والعوامل؟ اليوم نتحدث عن ان سعر الصرف تجاوز ال 500 ريال. بالاضافه الى ما ذكره الدكتور العزيز من عوامل ساهمت في التراجع الحاصل في سعر الريال مقابل الدولار، هناك انعدام حالة الثقة بالقطاع المصرفي، خروج الأموال أو دائرة تداول الأموال من القطاع المصرفي الرسمي وشركات الصرافة الرسمية إلى أيدي المضاربين، بالإضافة إلى أيضا حالة الإجراءات التي يعني تمت خلال الفترة الماضية سواء كانت المداهمات أو الإعلان عن تجميد حسابات، كل هذه أحد الأسباب بالإضافة إلى زيادة الطلب على الدولار لشراء السلع من الخارج مع أيضا تراجع في واردات الدولار في الحصول على الدولار سواء كان من الصادرات أو من صادرات النفط أو من غيرها، أيضا بالإضافة إلى تهريب الأموال إلى الخارج وحالة الشعور بالقلق أيضا من عدم استقرار الأوضاع وبالتالي نقل أموال كبيرة إلى خارج البلد، كل هذه أسباب يعني ملحة أو أسباب راهنة لموضوع تراجع سعر الريال مقابل الدولار. وهناك أسباب يعني ظل من فترة من بداية 2014 حتى الآن تتمثل باستنزاف الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية وأيضا حالة التجريف لموارد البلد وغيرها من الأشياء التي تراكمت وأدت إلى هذا إلى أن وصلت البلد إلى هذا المستوى من الانهيار. فإجمالا هناك أسباب وقتية تمثل بالمضاربة وما ذكرناه، هناك أسباب يعني متراكمة منذ بداية الحرب وحتى الآن. طيب أعود لدكتور يوسف من عدن، من تداعيات هذا الخبر ربما اليوم اجتماع للرئيس هادي بالمعنيين بالأمور المالية والمصرفية وتوجيه بعودة محافظ البنك للإشراف المباشر على العمل المصرفي والمالي من العاصمة المؤقتة عدن، أهمية هذا التوجيه وهل يعني بقاء محافظ البنك خارج البلاد أنه كان ربما أحد أسباب تدهور الوضع الاقتصادي كما يرى البعض من الخبراء والمحللين الاقتصاديين؟ نعم هذه الإجراءات طبعا مفيدة وجاءت في وقتها
لكن سيظل العنصر الرئيسي انه لا تكفي جهود الحكومه ولا جهود الرئيس ان لم يكون هناك دعم حقيقي من الدول الخليجيه حيث اوفاء تعهداتها، وخاصه في دعم احتياطيات البنك المركزي. طبعا هناك طيب ما الذي سيختلف دكتور يوسف، ما الذي سيختلف قبل ان نتحدث عن دعم الدعم الخليجي لليمن، ما الذي سيختلف بوجود قيادة البنك خارج أو داخل البلد؟ أيهما الأجدى والمفيد للعملية الاقتصادية اليوم؟ طبعا هذا 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 من ضمن العوامل، انه إدارة البنك وقيادة البنك المركزي مهامها من خارج اليمن في ظل ان وجود الحكومة في اليمن في عدن في العاصمة المؤقتة، هذا مفارقة. يعني هل عنده مخاوف أمنية على حياته أكثر من مخاوف الحكومة كلها الموجودة في عدن؟ الأوضاع مستقرة في عدن، لماذا لا يباشر مهامه رئيس محافظ البنك المركزي ونائب المتواجدين في الأردن في العملية الاقتصادية أو في إدارة السياسة النقدية بحدها الممكن من عدن؟ طبعا في هذه العوامل، هذا عامل من بين العوامل إضافة إلى 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 تداخل المسؤوليه. طبعا البنك محافظ البنك المركزي يتحدث انه الحكومه دخل في مهامه، بينما هذا التكامل موجود، يجب ان يتكامل السياسه الماليه والسياسه النقديه، وهذا ليس عيبا. نحن في ظل حرب، يعني من الصعب ان تترك البنك المركزي لوحده مستقلا يمارس مهامه كما يريد. لابد انه اولوياتنا نتفق عليها، والبنك المركزي طبعا هو مستقل وفق القانون، لا احد يتدخل في مهامه، لكن لابد من وجود القيادة البنك المركزي في عدن. هذا مسألة لا تقال فيها. طيب أشير إلى نعم. طيب سأعود لك دكتور، أنت تقطعني على فكرة، يعني لا بس فقط أناقش مع الأستاذ مصطفى موضوع توجيه الرئيس بعودة الإشراف المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة عدن، ونعود للحديث عن الوديعة السعودية، يبدو أنك تريد التركيز عليها بشيء من التفصيل. سأعود لك دكتور يوسف. أستاذ مصطفى، تعليقك على توجيه الرئيس هادي، وهل تأخر هذا التوجيه أم جاء في وقته؟ أعتقد أن هذا التوجيه تأخر كثيرا، ونأمل أن يرى النور على أرض الواقع. نحن قبل تقريبا شهرين أصدرنا تقرير وفيه تحليل لما الذي نجح فيه البنك المركزي وما الذي أخفق فيه، وكانت واضح أن المؤشرات سلبية للغاية في أداء وتفعيل البنك المركزي، وكان أيضا من المستغرب أن تظل إدارة البنك المركزي خارج البلد وهي تتسلم مكافآت مرتبات ومكافآت باهظة ويعني غير معقولة، يعني وتظل تدير يعني بنك مركزي في هذه اللحظة الحرجة من خارج البلد. إدارة البنك المركزي وإدارة المؤسسات الإيرادية وإدارة المالية وكل هذه يفترض أنها تشكل حالة طوارئ وتتواجد على الأرض لكي تبدأ بتفعيل بوضع سياسة مالية وسياسة نقدية استثنائية وعاجلة لمعالجة هذه التطورات السلبية في سعر الريال، التطورات السلبية في موضوع الإيرادات، يعني الإيرادات وتطوير موضوع الإيرادات وتجميعها في حسابات البنك المركزي وغيرها. للأسف الشديد يعني هناك يعني ضعف وتباطؤ، ويعني هذا أثر سلبا على أداء هذه المؤسسات وعلى نجاح وعلى قدرتها على تحقيق الفعل على الأرض، وبالتالي حدثت هذه الفوضى وهذه أحد سماتها. لا ننكر أن هناك صعوبات وهناك تحديات كبيرة، بكل تأكيد نحن نعيش حالة حرب وهناك حالة استثنائية، يجب أن تكون المعالجات أيضا استثنائية، وأن تكون الإدارة حاضرة وإدارة برجال استثنائيين وكفؤين ونزيهين يستطيعون أن يتجاوزون هذه التحديات. أنا أتفق مع الدكتور فيما يتعلق في موضوع الوديعة المطلوبة بشكل عاجل، ولا بد على دول التحالف أن تقدم الدعم في الجانب الاقتصادي، كما هي أيضا لأن العملية الاقتصادية وانهيار الريال بهذه الصورة هو يشكل كارثة خطيرة جدا على الاقتصاد اليمني وعلى المواطن اليمني. هذه ستقود إلى مجاعة، إلى كثير من الناس يعني فعلا سيصبحون لا يقدرون على الحصول على
يعني على وجباتهم الغذائيه. نحن نتحدث عن اكثر من 22 مليون انسان يعني بحاجه الى مساعدات عاجله. هذه التحديات بكل تاكيد تفرض ان تعود اداره البنك المركزي الى لاداره البنك وتفعل ادواتها، تلتقي بفروع البنوك وتبدا بربط عمليه او التعاون مع البنوك لإدارة الشأن السياسة النقدية، لأنه حتى الآن ما تزال للأسف الشديد يعني العلاقة مع 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 البنوك مع غيرها غير فاعلة وغير مكتملة. طيب. يعني هناك الكثير من النقاط التي يمكن الحديث عنها إذا ما أردنا التفصيل، لكن إجمالا يعني لابد من تفعيل أداء البنك المركزي، تفعيل أداء وزارة المالية، تفعيل المؤسسات الإيرادية، ووضع سياسة نقدية على الأقل توقف نزيف الريال مقابل الدولار، وبالمقابل أيضا تتخذ معالجات لما يحدث في الجانب الآخر الذي ليس تحت سيطرتها، لأنه هذا أيضا تحدي أن يكون هناك جزء كبير من الاقتصاد الوطني والعملة لا تستطيع أن تتحكم فيه، فهذا يفرض عليك أيضا تحدي إضافي كيف يمكن أن تتعامل مع وضعك هذا وتحافظ على سعر العملة من الانهيار. طيب أعود للدكتور يوسف. دكتور يوسف، إذن الحديث عن الوديعة السعودية، عن دعم الإخوة في الخليج للعملة الوطنية، وأيضا المعالجات العاجلة والممكنة من وجهة نظرك. نعم بس لأن أرجو أن توزع الوقت بعدالة. طيب. في نقطة أساسية وهي أن هناك علاقة عكسية بين سعر الصرف والمستوى العام للأسعار. عندما ترتفع المستوى العام للأسعار تنخفض قيمة النقود بكل تأكيد. في الوضع الراهن الأسعار ترتفع أيضا لعوامل إدارية، حتى الإعلانات ما نسمعه الآن، مثلا الآن هناك مثلا في صنعاء، في مداخل صنعاء ترتفع الضريبة 100% بمعزل عن أن هذه الضرائب جمركت أو لم تجمرك. معنى ذلك انه ارتفاع المستوى العام للاسعار سيؤثر بالتالي سيضر بقيمه النقود، وهناك فعلا الكتله السكانيه والكتله الاقتصاديه هناك في صنعاء ومدن اخرى، وبالتالي التاثير هناك كبير. فيما يتعلق بالجهود نحن كنا في جامعه عدن قدمنا مصفوفه من المقترحات بشان تحسين او مواجهه الوضع الراهن لتدور سعر الصرف، من مجموعه من الخبراء من كليه الاقتصاد من كليه العلوم الجاريه طبعا، ولكن المساله لا تتعلق بالمقترحات ولكن تتعلق بمدى الامكانيات. الاوضاع او الظروف ظلت على حالها فيما يتعلق رغم جهود الحكومه فيما يتعلق بالعوامل الاقتصاديه، كما اشار زميلي الصادرات زالت، يعني بلد يستورد دون ان يصدر كيف توقع عملته؟ يعني ربما سعر الصرف الحالي لا يمثل سعر توازني وسعر الصرف، وبالتالي توقع مزيد من الذهول لسعر الصرف وارد، وكنا قد ذبحنا في فترات سابقه. الحقيقه انه لابد من دول الخليج مش فقط تعمل الاحتياطيات النقديه لدى البنك المركزي، ولكن ان تبدا في اعاده الاعمار. يعني إعادة الإعمار معناه الدخول للنقود بالعملة الصعبة لتنشيط الحياة الاقتصادية للبناء، خاصة في المناطق اللي هي تشهد استقرار أمني والتقاعد على سيطرة الدولة. أما الجهود التنظيمية هي مطلوبة أيضا. طبعا هناك ثلاثة عناصر تأثر على سعر الصرف وعلى النقود لها: البنك المركزي والبنوك التجارية والناس المتداولين للعملة. هذه العناصر يجب ان تتكامل فيما يتعلق بمواجهه سعر الصرف. لكن لما تلاحظ البنك المركزي عندنا في اليمن لسه لم للاسف في ظل الاختلالات الاداريه الحاليه في ادارته لم يستطع حتى كنا نتوقع اعلان او تنبيه او تطمين من اداره المصرف محافظ المصرف المركزي عندما في وقت يشهد حالة من الهلع. الناس الآن لماذا الطلب ارتفع على الدولار؟ بسبب الشعور بعدم اليقين أن الوضع سيستقر. جهود الحكومة ليست كافية في غياب
دور فاعل للبنك المركزي. وطبعا احنا لا نطالب انه يمثل ينفذ سياسه نقديه متكامله، لكن الحد الادنى من الاجراءات، ونطالب بالمقابل ايضا لا تنسى انه تحويلات المغتربين في الفتره الاخيره من بين الاعلام هناك انخفاض في تحويلات المغتربين، وهناك ايضا عوده للتغذيه للمغتربين بسبب الاجراءات السائده. هذا ايضا سيؤثر على حجم التدفق النقدي الخارجي الى اليمن، وتحويلات المغتربين تلعب دور كبير في البقاء في تخفيض الحاله البوع. ولذلك عوامل متداخله سياسيه امنيه نقديه، هذه العوامل كلها اشتركت في تدهور سعر الصرف، وبالتالي لا نتوقع ان سعر الصرف سيستقر حتى لو تم دعم البنك المركزي بمليار ريال. طيب. ان لم يستانف الاقتصاد نشاطه وان لم يتحقق الاستقرار والسلام في اليمن. طيب. هذا حقيقه لا معارضه فيها. أشكرك جزيلا دكتور يوسف على كل هذه القراءة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك دكتور يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن. وأختم بسؤال أخير مع الدكتور الأستاذ مصطفى ناصر، توقعاتك وقراءتك لمستقبل سعر الصرف العملة الوطنية، هل يمكن أن تشهد استقرار مزيد من التراجع؟ كيف تقرأ المستقبل؟ لا نريد أن نثير مزيد من المخاوف في الحقيقة، لأنه موضوع الدولار سعر الريال والدولار والعملات الصعبة يعتمد كثيرا على موضوع الثقة، لكن من الواضح أنه إذا استمرت المعطيات الراهنة دون تدخل دون معالجات حقيقية بكل تأكيد ستتراجع سعر العملة، يعني وسيستمر نزيف العملة تدريجيا كما هو حاصل حاليا، لأنه لا توجد إجراءات أولا لتعزيز الثقة أو لاستعادة أو توفير كميات من العملة الصعبة ووضع الإجراءات. هذا يعتمد بدرجة أساسية على ما الخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة، ما هي الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي، هذا ما هو الدعم الذي ستتلقاه الحكومة سواء كان من دول الإقليم أو من العالم لهذه القضية الخطيرة. هذه القضية بكل تأكيد هي تأتي في كأولوية يفترض حتى بالنسبة للمنظمات التي تقدم مساعدات إغاثية وإنسانية لليمن، لأنه يعني من غير المجدي أن يتم توزيع مبالغ مالية بسيطة قد لا تفي أحيانا إذا منهار أكثر سعر الريال لشراء يعني كيس من الدقيق أو 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 السكر أو الرز أو غيره. وبالتالي يعني هذا الموضوع موضوع مقلق، وكل المؤشرات تتجه أنه يعني تتجه نحو الأسوأ، لكن نأمل ألا يحصل ذلك وأن يتم تدارك الأمر عاجلا بخطوات عاجلة وتعزيز مستوى الثقة على الأقل لتوقيف هذا النزيف دون مزيد من التراجع. شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز دراسة الإعلام الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة، أشكرك جزيلا. وينضم إلينا من تعز المحلل السياسي. طيب يبدو أنه وصلنا تقريبا لنهاية هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة تحيات طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، والشكر أيضا موصول لضيفينا في هذه الحلقة الدكتور يوسف سعيد من عدن والأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز دراسة الإعلام الاقتصادي. يا من.